شايفين هداك اللي محطوط فوق بالسقف؟ هداك اسمه جهاز إسقاط. هذا جهاز الإسقاط منحط فيه دروس وخطب وأفلام مشان نعلم الأولاد. هذاك اللي معلق بالسقف فوق نازل. هذا الجهاز يا أخوان جبناه حقه 2700 ليرة مع التركيب والتزبيط وكذا. ديناهم دين، في أخ الله يجزيه الخير دفع 500 وأخ ثاني دفع 500، ونحن بتجينا هون التبرعات على الأد. يعني لما يحكي الشيخ الناس بتدفع، لما ما يحكي بيدفعوا لهم 600 ليرة 700 ليرة. نحن بدنا 4000 ليرة كل شهر لهذا المكان، أجرة وتشغيل وأشياء وتعليم، أجرة التعليم. إذا حكينا الناس بتدفع بيصلوا للألف، يعني دوبنا نحن نطالع بصلاة الجمعة الأجرة وما شابه ذلك. تجينا هيك بعض الأشياء اللي تصليحات وتظبيطات، نقلكم إنه نحن اليوم بدنا 2000 ليرة، 2000 ليرة ما عدا الأجرة تبع المكان مشان نوفي الدين من أجل هذا. بقول لك واحد أخي ليش؟ مشان شو هاد؟ واحد لشو هاد؟ حبيبي هاد أداة من أدوات التعليم. هدول الأولاد اللي عم يجوا لعنا، أولادنا أولادكم ما بيعرفوا حروف اللغة العربية، ما بيعرفوا الحروف تبع اللغة العربية. عم نعلمهم ألف باء تاء ساء جيم حاء. هون منحط لهم يا مضل بيكرروا بيعيدوا بيكرروا بيعيدوا، ومنحط لهم بعض هيك الأشياء، أصحاب الأخدود، قصة موسى عليه السلام، قصة سيدنا رسول الله، حتى يتربوا. اليوم بطل الشيخ القديم تبع الكتاب يلي بيحط هيك بيعود وعنده خيزران طولة 3 أمتار بيعمل له هيك للولد، هي بطلت هي الشغلة. هي الشغلة اليوم صار كله هيك بالحضارة، يعني هيك بيقعد بيكبس الشيخ كبسة تطلع هنيك الأشياء. فبدنا الله يجزيكم الخير يعني ندفع هذا المبلغ. بارك الله بكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.